وباء الكوليرا يجتاح اليمن من جديد ويهدد بالتهام أرواح الآلاف وصد ذهول العالم وعجز القطاع الصحي عن احتواء الجائحة التي تنتشر بسرعة غير مسبوقة. الوباء الذي ظهر العام الماضي بشكل محدود وعاد مجددا ليحصد أرواح اليمنيين، حيث أكد مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك هارت أنه تم تسجيل 115 حالة وفاة بالوباء منذ أواخر إبريل الماضي، وفيما تعيش أغلب المحافظات حالة صحية وصلت إلى أسفل درجاتها. يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الاختبارات أكدت انتشاراً كبيراً للمرض في 10 محافظات، وذلك في ظل تعطل أكثر من نصف المنشآت الصحية ونقص المياه النظيفة لأكثر من ثلثي عدد السكان. الكوليرا التي يمكن أن تقضي على المصاب خلال ساعات قصيرة ما لم يعالج بحقن السوائل والمضادات الحيوية، باتت أيضاً تهدد العشرات يومياً في المدن والأرياف، حيث وصلت الإحصائية الأخيرة للحالات المصابة بمحافظة أبين إلى 130 حالة، أكدت المصادر وفاة امرأة من بين تلك الحالات. العاصمة صنعاء استحوذت النصيب الأكبر من إصابات الكوليرا بحوالي 34% من الحالات، فضلاً عن وجود إصابات في عدة مدن أخرى منها الحديدة وحجة وإب وعدن وأبين. لم تتوقف المأساة في المناطق المفتوحة، بل وصلت هذه المرة إلى السجون. سجن هبرا سيء الصيت في صنعاء الذي يخضع لسلطة الحوثيين ارتفعت فيه الحالات إلى أكثر من 3 حالات بعد أن قامت الميليشيا بنقل المعتقلين إلى أسوأ عنبر في بدروم السجن حسب مصادر حقوقية. رابطة أمهات المختطفين قالت إن وباء الكوليرا انتشر في سجون أخرى بالعاصمة منها السجن المركزي وسجن الأمن السياسي، موصلاً العشرات منهم إلى حالات حرجة من الجفاف الشديد. يعود وباء الكوليرا البدائي لضرب العاصمة وعدد كبير من المحافظات، وفيما تقف الجهود الدولية عاجزة أمام تفشي الوباء الذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، تضاف إلى جانب الجرائم المترتبة على سقوط الدولة بيد الانقلاب وغيابها منذ ما يقارب 3 أعوام.